سامح شكري وزير الخارجيه افتتح النهارده قسم غسيل الكلى المهدى من مصر في مستشفى جوبا التعليمي جوبا طبعا عاصمه جنوب السودان، المركز اللي شمل وحدتي غسيل الكلى ووحده لمعالجه المياه. المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه نشر فيديو الفيديو يمثل الافتتاح في حسابه على تويتر زي ما حضراتكم يمكن شايفين في الصوره. وقال في بيان صحفي انه تم استقبال وزير الخارجيه في احتفاليه كبيره نظمها طلبه المدارس والجامعه ومسؤول وزاره الصحه في جنوب السودان وزي ما شفنا الوزير سامح شكري قص الشريط افتتاح القسم وسط هتافات جماهير ابناء شعب جنوب السودان اللي استقبلت الوزير بحفاوه كبيره سامح شكري اعلن او اكد اعتزام مصر مواصله جهودها الداعمه لقطاع الصحه في جنوب السودان